بس هي اختار لك موتة تموت بيها. نعم. ايه مش عاجبينك دول؟ خلاص بلاش دول. ايه رأيك؟ انتحار طبيب نفسي غرقا، والذي كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، ولا حد هيشك فينا. ليه طيب؟ عشان انت خاين، وتاني مرة خنتني بعد الاسم. حصلش يا أستاذ يوسف. لا حصل يا كذاب، وسيوة اللي كنت عايز تكت ليها انت وعيلتك. عندك حق، أنا غلطت، بس اعتبرها الغلطة التالتة والتالتة تابتة، والله ما هغدر تاني. يلا يا سام اختار، أنا ما بعملش كلمة حد، أنت عشان حبيبي بس. طب إيه رأيك نستبدل القتل بخصم يوم؟ وحياة أمك. سبحان الله سبحان الله، زي ما تكون علامة. لو فتحت بقك وقلت حاجة هفرتككوا كلكوا. خليك عادي وما تتوترش قدامي. ماشي ماشي، قفل بس الحاجة دي. ما تعملش حنين وخايف عليا. ماشي حاضر. عشان افهم ايه الكهن بتاعك ده. انا اسف انا اسف. خلاص يلا روح افتح لها. ماشي اللي تشوفه يا استاذ يوسف اللي تشوفه. انتوا يا ولاد. ماما. ايه يا حبيبتي يا ماما؟ وحشتيني يا ماما. انت كمان يا حبيبي. شديني شديني يا ماما. شديني شديني. وحشتينا كلنا يا امي. اهلا اهلا، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ انتوا جايين تقعدوا في الاوض؟ يلا يلا عشان نروح حمام السباحه كده وتشم شويه هوا. يلا. لا روح انت يا ماما وانا وسام انا هحصلك. ماشي. لا انا المايو بتاعي اتخرم ولازم اجيب مايو جديد. تعالي معايا يا ماما عشان انت اللي عارفه مقاسي. ماشي يا حبيبي. يلا. يلا. وانت يا يوسف ما تاخرش علينا، ورانا. طبعا يا ماما طبعا. يلا 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 نلحق بسرعه. مالك؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه العيله الحلوه دي؟ طلبات يا بهوات. الطلبات اتفضل اتفضل. حط الثانيه يا ريس، حط الثانيه. لا يا حبيبي هودي لكل واحد عنده. اتفضلي. شكرا. اتفضل عصيرك. تعالى ناخد سيلفي بس يا ليل عشان خاطري. بوبي بوبي ينفع ننزل الميه؟ لا. ليه يا بابي؟ هو كده ما تسالينيش ليه. اتفضلوا من هنا دلوقتي. وايه المايوهات اللي انتوا لابسينها دي؟ خلاص يا حبايبي امشوا انتوا دلوقتي. في ايه يا سيسو حبيبي؟ ما تسيب البنات تنزل الميه وتتبسط. طب ممكن معلش اقول لك حاجه عشان خاطري ما تزعلهمش، قوم العب معاهم. ليلي انا مش فايق خالص ومش هلعب مع حد. العب انا معاهم. لا انا هقوم العب مع ده. اقعد يا عم. في ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ليلي؟ ازيك يا عليا؟ سيسو طب انا نفسي انزل الميه، ممكن تنزل معايا؟ بلا سيسو بلا ميسو، مفيش نزول ميه يعني مفيش نزول ميه. ما تسيبها تنزل الميه يا اخي. في انت محبكه كده ليه؟ هاي الرايات حمرا النهارده. خلاص هنزل انا وليلي وعليا الميه. يلا يا ليلي. استاذ يوسف لو سمحت، عايز تنزل الميه ببلبط انت انزل لوحدك، لكن انا وعيلتي ما حدش فينا ينزل ميه. يا بابا. إيه بابا؟ استنى يا بابا. يا بابا يا بابا بتعمل ايه يا بابا؟ يا بستي يا بابا يا نهار اسود اللي احنا فيه. يا بستي لا اله الا الله يا حبيب. بهدومك يا بابا. طب اركب دي واجيلك يا بابا. اعمل ايه يا بابا؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.